السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نديرو فيه جولة في مقهى مكسيكو، وراه مقهى معروف عند السطاتيين، وراه في السطات. هذه الدخلة ديالو، وشوفوا معايا راه فيه الماكلة، هما أنواع الماكلات اللي فيه. راه فيه الأسماك، فيه طواجن، فيه الشواء، كاع المهم اي حاجه بغيتيها الا وكاينه في هذا المقهى. ها هو كتشوفوا معايا الاسماك، وكاين داك الخبز تافرنوت، وكيطيبوا على الفحم. ها هما كتشوفوا معايا، وكاينه لي بيتزا، داكشي العصري. ها انتما الماكولات اللي فيه دجاج، لي بات، لي سالاد، كلشي كلشي اللي بغيتي كاينه في هذا المقهى. انتما كتشوفوا معايا هاد الطواجن، كاع الاكلات ديال الطواجن، سواء لحم او دجاج، خضره او بالبرقوق، او كلشي موجود. كسكسو، طنجية هاكا تشوفو معايا معلقة، وكاين كغياد الشوا اللي بغا يشوي الكفتة ولا اللحم، وحداك الجزار، خذ من هنا وشوي هنا. هنايا الداخل ديال المقهى اللي بغا يدخل يشرب قهيوة ولا أتاي ولا يفطر، هو المنيو ديال الفطور. تبارك الله، الفطورات أشكال بلدي، رومي إكسبريس، فاسي، تركي، كلشي امريكي، نورفيجي، وكاين تاني الفطور ديال المكسيكو كيديروه سبيسيال. وهادو المكملات اللي بغا شي حاجه اومليت ولا شي حاجه زايده كيكومونديها. ها هو المنيو ديالهم. وها هو اللي بغا شي حاجه، الساكنه ديال السطات اللي بغا شي حاجه كيدير ليفريزون كتجي حتى للدار. وهذا المطعم، فاش كيجي شي واحد بغي ياكل شي حاجه، هذا المطعم كاين هنا هاد البلاصه، وكاين البلاصه اللي الخارج ما صورتهاش لان باقي نجمعين الكراسه. كما كنقول لكم هذه جهد عليكم، امالين السطات كنمشي الصباح بكري باش نصور، باش تكون الدنيا خاويه. كتعرف شي ناس ما كيبغيوش يبانو في الفيديو، اذا كنمشي في الصباح بكري. وهذه بلاصه الخارج راه مغطينها لان باقي البرد، اللي بغى يخرج يشرب قهوته هنايا ويتمتع بالطبيعه كيخرج هنايا. نتوما كتشوفوا معايا، شوف تبارك الله، انا اللي كيعجبني في هذا المقهى هي هاد الطبيعه، راه ما كنظنش كاينه في شي مقهى اخر. ديك الاحترافيه باش نديور هاد المقهى، سبحان الله. شوفوا معايا لا فيغدور كي دايره، تقول لك غير في الادغال. هادو دروج كتهبط واحد البلاصه حتى هي لتحت، جربوها وغتشوفوا المنظر الطبيعي اللي فيها، وداك الكالم اللي فيها راه ما كيتصورش. شوفوا تبارك الله الشلال، ودوك المناظر كتسر النظر، كتريح النفس، كتسولاج. شو تبارك الله، مناظر زوينه زوينه بزاف. انا فين ما بغيت نتسولاج كنمشي لهنايا، نجلس نجدد الطاقه ديالي بهاد المناظر. ورا في الليل كتكون واحد لانيماسيون حاجه اخرى. شوفوا معايا راه حتى الجامع كاين، كما قلت لكم في الليل كتكون انيماسيون زوينه بزاف، كتكون الدنيا عامره، وكيكونوا الطواجن، كلشي الماكله كطيب.
كتشوفوا معايا المناظر الطبيعية الخلابة. هنايا صورت لكم ديك البلاصة التحتانية من الفوق. هنايا فين نلعبوا الوليدات الصغار، هذه بلاصة كاينة الخارج حدا ستاسيون. ها هي هاد البلايصه اللي بغى يجيب وليداتو يلعب هنايا. وهي بلايص اخرى ثاني، هذه لداخل اللي بغى وليداتو صغيورين خايف عليهم ولا شي حاجه. ايه هنايا لداخل وراه كيجلس مقابل معاهم في نفس الوقت الوليدات كيلعبوا والاباء مرتاحين وهانين من ناحيتهم، حيت هاد البلاصه كلها دايره بالحيط، ما عند الوليدات فين يتوضروا ولا يخرجوا ولا تخاف عليهم. بلايصه زوينه. مناظر ما عندي ما نقول، طبيعة تهي ما عندي ما نقول. راه خاص الانسان فاش يجلس فشي قهوة ولا باش يستراح يفكر حتى في الطبيعة، حيت الطبيعة راه عندها واحد التأثير كبير على النفسية. وهنايا الفوق تاني كاينة ريستورون يبغي ياكل هنا، ولا اللي بغى يشرب قهوته هنا الفوق، هادي في لاتيغاس. شوف الفضاء شحال كبير. وهنا اللي بغى يخرج كاع الخارج في البالكون ولا لاتيغاس الخارج من نهاية المنظر، من هاي يشرب قهيته ولا ياكل ولا اللي بغى. وهذا مكان، وما تنسونيش من التعليقات لان التعليقات كتحفزني، وايضا لايكات باش نحس بان هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبكم. وشكرا كاع اللي كيشجعني واللي كيصيفط لي الكومونتير. والى اللقاء تاني كما كنقول ديما في فيديو اخر باذن الله.